لكن نعم نشجع جين. لا ثانك يو على الترتيب. اكيد شو حلو هيك. لازم يكون في برنامج كل الوقت فيه هواة، لانه حلو حلو اولاد الرب يتشجعوا مثل جين تيمي كل الاشخاص اللي عم يجوا. عم نشوف انه قد ايه في اشخاص عن جد. بشكر الرب، بشكر سات 7 انه عندنا هون الاستوديو او البرنامج نقدر نطلع شباب ما قدرت تعبر باغاني وتطلع عم بتعبر للرب. انه حلو هيدا الشيء انه يظهر، وهون الظهور اللي عم بحكي عنه عم نحكي بمحبه، انه بيفرح الرب انه يرنموا له ويكونوا هيك نعرف فيهم. تاني سؤال بكيف بتفكر اللي انا نقيته، هلا برجع بعطي الورقه لجويس. اذا كانت حياتك عباره عن فيلم، شو هو عنوانه؟ إذا عم تضحك جويس، بحب بس تضحك جويس، بيكون إنه شو حسيتي فلسفة أو حسيتي إنه حابة تقولي شيء عن، لأنه كلنا حياتنا فيه فلسفة. فلسفة؟ أنا حبيته. إذا ما حسيت شو؟ لا، ما أنت عم بيقولوا في واتساب عم يجينا كول. هلأ لا. ايه مست كول هلا بندق لهم للاشخاص. اوكي نحن اكيد بندق عليهم. شكرا لهم وشكرا لكل الاشخاص اللي عم يبعثوا لنا اليوم، في كثير واتسابات هلا من بعده رح نقرا. أكيد. اكيد انا حسيته، اذا ما بدنا نقوله هيك، شو بتقولي عن حياتك من اول ما خلقتي لليوم؟ في يكون تايتل انا كثير انبسطت، كنت فرحانه بحياتي. يعني اذا بدي يكون اعمى هيك دغري صلب، فيك تقولي انه انا بنت كان عندي اهل رائعين، هيدا هو التايتل تبع حياتي، علموني شيء حلو. يعني هو نسأل بطريقة فلسفية، لأنه ما كل واحد حياته إذا بيطلع فيها هي فيلم. بقى شو يا جويس، ما بدك تجيب أول وحدة أو بتجاوبي؟ لا، إذا بدي يعني إذا بدي أجان أول شيء يعني بطلت كبرت، يعني كبرت، وكان بدي أقولها حتى بالسؤال اللي قبل، إنه بحست بنص، يعني ممكن أقاطع نص عمري كتير هلا بقوله للرب وبحياتي انه ما عندي وقت العب وضيع وقت، و يعني بدي كل شيء بحياتي هلا اتاكد انه انا عم بعمله يعني with the end in mind. انا انه انا لكن خلص عرفنا شو هو ال the end in mind. يعني انا بدي كل شيء هدفي كله عم بعمله يكون الرب، ما في شيء تاني. فاذا بقول انه شو بدي يكون عنوان حياتي، بدي يكون انه عشت للرب. اذا بدك الا لك وما فيها، يعني هيدا عشت للرب، ما عم بحكي لا بفلسفه ولا بشعار، عم تطرقي واسع مثل ما الكل بيحكوا، انه هيدا بدي مبينه من قلبك ومبينه انه ما عندي وقت يعني ما عندنا وقت نضيع، عندي حياه وحده، وعشان هيك عم باخذ قرارات جذريه بحياتي، انه عندي حياه وحده بدي اعيشها للرب، ما في العب فيها، ما في ضيعها. سو باك نقول هيك. اوكي هلا رح ارجع لكان قالت كانه حياتي للرب اسمو عنوان الفيلم حياتها. بروح لعندك او بروح عند جين؟ طالع انت لانه انت قلت حسيته في فلسفه. فيه شوي فلسفه، انا بس قريت هذا السؤال هيك صرت افكر بهيك حياتي، يعني شو عن قصص بحياتي. لقيت مثل هيك العنوان العصامية، إذا بدك عصامية، إنه بس بديش أعمل شغلة بضلني لحتى أوصل لهذا. والله بستعمل بعرفها، بسمعها الكلمة. أنا قايلين لي إياها لهيك شفتها بحالي. أوكي. مثابر يعني. المثابرة أو العصامية. مية مية. فبس حط هدف قدامي بحب أعمله لحتى، يعني بحب ضلني عليه لحتى أوصل لهالهدف، يعني كل ضلني بجرب جدد أهداف لحتى أوصل لهم. حبيت. عطى عنوان هذا جين. هلا انا وقتها كمان نفس الشيء، انا اول شيء ما عرفت شو بدي اقول، بس بعدين فكرت حطيت شيء ذا كونكرر، يعني غالبه، يعني حلو يعني بحياتي مثلا، وهلا من قبل وبالفيوتشر اكيد رح نمرق بتحديات تشالنجز، بس اعرف انا مين بيسوع، واعرف انه شو اعطاني مميزات لحياتي، فبطل هالتحدي يعني كتير صعب، يعني بطل في شيء واقف قدامي، بصير خلص إنه أنا I'm a conqueror خلص، و my future بتصير، يعني ما في شيء فشل خطة الرب لحياتي. حلو كتير حلو. جيمي عندك؟ بعد ما فكرت صراحة. أنا بصراحة هلا هني أقوى لأنه هني كلمة. انا انت جمال. أنا لا انا يعني ما بقدر لاقيه، اذا بدك بالاخر لا
جاي ما عم تتزنخ. لا قصدي قصدي في يكون مثلا ياكل الولد التفاحه، فهمت شو قصدي؟ هن قالوا ياكل انه ما قدرت انا على قد. لا انا المغزى مهم من الاخر جوست نزل في رجم هالجمله حاسس. لا هو المغزى واضح، ما هي جمله بس قصدي لإلي وبدك تضحكي هلا ما راح تطلع حلوة. انا عيي لا لا أجل. لا مش مزبوط. ما علي يا رب، هول الاخوه بيتشارعوا هيك بيلحقني لاتشيت على الهواء هلا. ما حلوة محبة بمحبة هلا. خلص بطل اليوم. اذا بدي اقول انه القلب الحساس اللي بحب هيدي بتتجزا حياتي، لانه من اول ما كنت لليوم هذا اللي بحسه بضل الشخص بضل اكثر شيء عم يلعب بقلبي اني حس مع الثاني. هذا هو. وانت انا هلا بركي انت وعم تحكي كنت عم اقول تقوي وتشجعي.